ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل يجوز طلب العون من جمعية خيرية لإقامة مشروع زواج جماعي وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل أن العون الدنيوي أو المادي لا يطلبه المسلم إلا من الله سبحانه رغبة إليه وتوكلا عليه، وذلك تحقيقا لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ذلك لأن الله عز وجل خير كفيل في أن يسخر له من يعينه في أمور زواجه إذا أراد العفاف وتحصين نفسه، وهذا وعد من الله تعالى للمتعففين من عباده، حيث قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. وسؤال الناس إنما يباح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل، لما يترتب في سؤال المخلوقين من مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي نوع ظلم للخلق، ومفسدة الذل لغير الله، وهي ظلم للنفس. وإذا أبيح السؤال لضرورة فينبغي أن تقدر بقدرها، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.